تريد أن تكون سعيدا، ما عليك إلا أن تلزم وتكرر هذا الدعاء الذي علمه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه، والذي قال عنه العلماء، أي قال العلماء عن هذا الدعاء هو أفضل دعاء في علاج الاكتئاب. الله أكبر، ما هو هذا الدعاء؟ أن تقول: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة، أعيد: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. الله أكبر، كلمات معدودة توقظ فيك روح الأمل والتفاؤل بما عند الله عز وجل.